صباح الخير على زملائي في الاستوديو، صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال شاشه صدى البلد. وزي ما انتم متعودين بشكل يومي بنكون معاكم من داخل الاسواق المختلفه سواء القطاعي او الجمله عشان نشوف الاسعار وصلت لفين. احنا النهارده موجودين معاكم في سوق اكتوبر من اكبر اسواق الجمله عشان نشوف ايه الاسعار في السلع اللي ارتفعت وايه اللي نزلت، وخاصه البطاطس والطماطم كانوا من اكتر الاسعار اللي مضايقه الناس في الفتره اللي فاتت وكانوا مستنيين نزولهم مع العروه الشتويه. هنعرف دلوقتي هل الاسعار نزلت ولا لا من احد التجار الموجودين معانا النهارده في سوق اكتوبر. اهلا بيك. اهلا وسهلا، صباح الفل يا فندم. انا عايزاك تاخدني جوله كده وتقول لي اسعار كل حاجه. خلينا اول حاجه نبتدي بيها، الحاجه الاساسيه اللي الناس بتسال عليها، اسعار الطماطم وصلت لفين وهل نزلت مع دخول فصل الخريف ولا لا؟ تمام. الطماطم النهارده حضرتك معاك بتترجح من 500 جنيه لغايه 400 جنيه حاليا. كلمني بالكيلو، قول لي الكيلو. لا، ما هنا حضرتك احنا مش بالكيلو، حضرتك احنا هنا في سوق الجمله بنبيع بالبرنيكه. مقدار البرنيكه كام كيلو؟ طب يا حاج 470 جنيه، فيها 25 كيلو. 25 انتوا هنا سوق جمله بس، انا اقول لي كده هيبقى بالكيلو مثلا عامل كام؟ يعني الكيلو بيضرب من 17 جنيه في الرينج ده. طب شايف ان هي نزلت عن الاول ولا لسه مرتفعه؟ طبعا ارتاحت، كانت ب 700 650 وصلت قعدت مرحله ال 700 كمان. في تريح وان شاء الله الايام اللي جايه في كمان راحه كمان عن كده، لان عروس الفيوم هتبشر والكلام ده. طيب لسه هتنزل تاني ولا لا؟ ما هي تاب. انا دلوقتي قسمت 500 على 25 كيلو، طلع الكيلو ب 20 جنيه. بالنسبه طيب للبطاطس، قول لي البطاطس سعرها كام؟ البطاطس النظيفه النهارده ب 20 جنيه ونص، من 21 ل 20 ونص. في بطاطس بقى مرتاحه كده بتبقى ب 18 و17، بس الجوده رقم واحد بتترجح من 20 جنيه. بس لسه برضه البطاطس مرتفعه. البطاطس مش هترتاح خالص دلوقتي حضرتك غير لما الجديده تملى السوق. لما الجديده هتملى السوق امتى بقى؟ قدامها شويه حبه كمان. هناخد شهر 11 كده ولا كمان ان شاء الله شهر كمان تبدا تبشر الجديده اول ما تضخ في السوق وتحلو كمان، لان طول ما هي مبشره ووحشه رفيعه فبالتالي القديمه هتزيد غلاوه تزيد حلاوه، لان هي تحمير تاني بتبقى كلها رفيعه وطينه، لما تضخ في السوق تبقى حلوه كده يا دوبك ان دي تبدا تريح. طب خليني بقى عن الخيار والقته البتنجان لو سمعينا، عاوزين نعرف البتنجان الابيض والله غالي من 9 جنيه ل 10 جنيه هنا في الجمله. طب ايه سبب ارتفاع البتنجان؟ مفيش محصول النهارده، فدان الارض ما بيجيبش محصول، ما عادش فيه محصول والتكلفه زادت، فبالتالي لازم الحاجه تبقى. طيب والبتنجان الاسود برضو نفس الكلام؟ الاسود لا ب 12 جنيه، من 12 ل 11 العروس الاسود. طيب بالنسبه للخيار والقته؟ القته ب 8 جنيه، 7.5 ل 8 القته. الخيار؟ والخيار حضرتك معاك من 10 جنيه خيار بلدي ل 8 جنيه، ده البلدي. بالنسبه للصوب ب 15 16 جنيه. الفلفل الرومي، الفلفل الرومي النهارده التوب ستار النظيف من 20 جنيه ل 21 جنيه، التوب ستار ده بتاع مركز بدر الزرع الجديد، في زرع اللي هو القديم حضرتك ب 14 جنيه في السوق. لا الجزر، كلمني كده عن الجزر. الجزر هو اللي ماسك اسعار من 22 ل 24، عشان ده حضرتك مش قليل، ده تلاجات كله، فبالتالي بيبقى ايه غالي. يهدى ازاي بقى لما القليع يطلع حضرتك اللي هو الجديد. يعني انت شايف برضو ان في عدم استقرار دلوقتي في الاسعار، وبل كمان في بعض السلع مرتفعه. في بعض السلع مرتفعه بس ان شاء الله الايام اللي جايه دي كلها هيهدي ان شاء الله، لان كتير جاي كتير يعني ان شاء الله. كلمني عن الفلفل الالوان سواء الاحمر او الاصفر. هو مرتبط ببعضيه، بالنسبه للالوان بترجح من 30 جنيه في السوق لغايه 40 جنيه النهارده. كنا نتمنى تكوني سمعنا اكتر من كده، كنا عاوزين نعرف من مهيتاب مختار زميلتنا اللي موجوده دلوقتي في سوق اكتوبر. شفت القطة وشفت البطاطا انها نزلت، ولكن خليني اسالك سؤال يا رشا. السؤال اللي مهيتاب ما سمعتوش مننا، كنا عاوزين نعرفه من التاجر، الفرق بين البصل الاحمر والبصل الابيض، بصي انهي اغلى اصلا؟ مش حكايه اغلى، البصل الابيض يعني ده على حسب معرفتي، معرفش يعني عشان بقى لو حد اسناني وهاجمني وكده. لا قولي قولي. انا اللي اعرفه ان البصل الابيض بتاع طبيخ، ايوه يعني اللي انت بتستعمليه. ما الاحمر ده بتاع ايه؟ ممكن تستعمليه في السلطه. تستعمليه بس في ناس بتحب الاحمر في الطبيخ برضه. لا ممكن الاحمر ممكن. الاحمر بيكون فيه ميه اكتر. لا بيتهيألي الابيض الابيض فيه ميه. طب الاغلى بقى الابيض ولا الاحمر؟ لا معرفش، ما هو ده بقى اللي كنا عاوزين نعرفه من مهتاب، للاسف ما كانتش سامعينا الاثنين ممكن زي بعض. بس انا عن نفسي انا بحب البصل الابيض اكتر، ما اعرفش ليه. انا بحب الاحمر الابيض. بصي الابيض بيخلي الاكل تيستي قوي. ما هو ليه هقول لك، بيخلي الاكل مش لو حطيتيه في سلطه. لا سلطه ساعات ما بيبقاش عندي بصل احمر فبستعمل بصل ابيض، بحطه في السلطه بيبقى عارفه لازع قوي. انا ما بحبش طعم البصل في السلطه بصراحه،
فبتجه لا ده السلطه البلدي بحس بيضيع لي طعم ال لا 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 ويا سلام لو بصل اخضر وهو موجود في السوق دلوقتي كمان بتبقى حلوه قوي قوي. بس انا اللي شفته طبعا مهتاب ما ردتش بس انا ابتديت اشوف في الاسواق بشكل كبير البطاطا الحلوه ابتدت تنزل شكلها حلو قوي. حلوه دي بقى في الفرن كده اغسليها غسله حلوه وارميها في الفرن تخلص لك الانبوبه كلها وتعلي لك فاتوره الغاز بس هتاكلي احلى بطاطا. يا ساتر بتقعد كتير قوي في الفرن يا رشا. مش قوي والله والله اصل انا الانبوبه بتخلص نصها على معلش انا عندي ناس طبيعي مش فارق معايا. ايوه يا سلام عقبالنا يا ستي لما نترقى.